الحقيقة ان سفر المزامير لم ينتهي، لان في مزمور اللي هو مزمور 151 اللي الكنيسة بتصلي بيه في ليلة ابو غلنسيس يوم سبت الفرح. هو للأسف ان المزمور ده مش موجود في الطبعة البيروتية اللي موجودة في ايدينا، لكن المزمور ده موجود في النسخة الفاتيكانية، في النسخة السبعينية، في النسخة القبطية، في النسخة السريانية، في النسخة الحبشية. المزمور ده موجود. المزمور ده بيقول: أنا صغيرا كنت في إخوتي وحدثا في بيت أبي، كنت راعيا غنم أبي، يداي صنعت الأرغون، وأصابعي ألفت المزمار الليلويا. من هو الذي يخبر سيدي؟ هو الرب الذي يستجيب للذين يصرخون إليه. هو أرسل ملاكه وحملني من غنم أبي ومسحني بدهن مسحته الليلويا. خرجت للقاء الفلسطيني فلعنني بأوثانه، لكن أنا سللت سيفه الذي كان في يده، وقطعت رأسه ونبعت العار عن بني إسرائيل الليلويا. المزمور ده ليه لحن جميل اللي هو أنوك بابيكوجي، بيتقال في بداية سبت الفرح، وبيتقال بالقبطي وبالعربي، وبيرمز لنصرة الكنيسة بمسيحها اللي مات من أجلها. المزمور ده رنمه داود وكتبه، لكن داود لما رنمه ما كانش بيتكلم عن نفسه فقط، لكن المزمور مليان برموز وإشارات عن شخص السيد المسيح. عشان كده والمسيح في القبر بعد ما صنع الخلاص والفداء والنصرة للإنسان، الكنيسة بتسبحه بيه. في الطقس اللطيف ان اللي يقول هذا المزمور رئيس الكهنة، يقوله وراسه مكشوفة، ما يبقاش لا تاج ولا عم على راسه، لان المزمور في مجمله يلمح تلميحات على المسيح في اتضاعه. فلازم ان رئيس الكهنة يقوله وهو متخلي عن كل مجد فيه. ده بيقول انا صغير وحدث بين اخوتي، فما يلقش الصغير انه يبقى لابس تاج. انا صغيرا كنت في اخوتي، وهنا رمز جميل. داود هو داود كان فعلا كان اصغر اخواته، لدرجة ان صموئيل لما راح يختار حد من بيت يسى، ابوه ما جابش داود، جاب الاخوات الستة الكبار اللي كلهم صحة وعافية وقوة وكده، وساب الولد الصغير مع الغنم يرعى. فكان داود رمز للمرفوض او الغير مدعو او المنسي، لانه صغير. وشوفوا المسيح لما جه صغير في الهيئة، اخذ شكل الايه؟ الاطباع، وصار مرفوضا ومنسيا. لكن من هذا الرفض ومن هذا الناس يرتفع الى قمة المجد. المسيح المرفوض ومعلق على الصليب يرتفع الى قمة المجد بالقيامة والصعود. فبيقول انا صغيرا كنت في اخوتي وحدثا في بيت ابي، كنت راعيا غنم ابي. وكان على فكرة شغلة الرعاية او رعي الغنم دي شغلة يعني مش عظيمة، دي شغلة حقيرة يدوها للناس صغيرين يعني اللي ملهمش قيمة، لكن شغلة الجيش يدوها للناس العظام. والعجيبة ايضا ان المسيح جه راعي، عشان كده قال انا هو الراعي الصالح. يداي صنعت الأرغن وأصابعي ألفت المزمار. داود لما صنع الأرغن، والأرغن ده اللي هو قطعة البوس الغاب اللي مخرمة ويضرب بيها بأصابعه، فرح جدا لما صنع الأرغن علشان يسبح بيه ربنا. وإيديه ألفت، يتخد بمعنيين، ألفت يعني صنعت أو وجدت المزمار، وفي نفس الوقت ألفت المزمار يعني اعتادت عليه من كتر حبه لتسبيح ربنا بالموسيقى. وإذا كنا قلنا أعظم تسبيح يقدم لله هو تنفيذ إرادة الله،
فأعظم تسبيح قدمه المسيح للآب كان: ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. عشان كده قال له: أنا مجدتك على الإيه؟ الأرض. من هو الذي يخبر سيدي؟ داود بيقول مين اللي يقول سيدي؟ فاكرين القصة لما راح ونزل يفتقد سلامة إخواته، وبعدين شاف جلياد بيعير صفوف الجيش فغتر الغيرة والحمية، وبعدين قال أروح أحاربه، وبعدين شخب فيه أخوه الكبير. فبيقول مين اللي يوصل الخبر؟ لأنه ما احتملش أنه يرى تعيير صفوف الله الحي. فمين اللي يوصل الخبر أني أروح أقتل هذا الفلسطيني لسيدي الملك؟ مين اللي يوصل له الخبر إذا كان أخوه زعق فيه؟ فقال اللي حيوصل الخبر هو هو الرب الذي يستجيب للذين يصرخون إليه. إن الرب هو اللي حيوصل هذه الرغبة اللي جوايا لسيدي الملك. كانت رغبته باستمرار إنه لا يحتمل أحد يعير صفوف الله الحي. ليه؟ لأن كان عنده اختبار، جازوا واختبروا لما صموئيل النبي جه وإيه؟ ومسحه. جه مسحه يعني حس إن هو مقدس لربنا. أبقى أنا مقدس لربنا وسايب واحد يعير صفوف الله الحي؟ عشان كده بيتكلم عن اختباره. هو أرسل ملاكه وحملني من غنم أبي ومسحني بدهن مسحته. وصار هنا داود رمز لمين؟ للمسيح الممسوح. نتيجة هذا الاختبار ان هو منسوح لله ومقدس لله، لم يحتمل تعيير جلياط لصفوف الله الحي. بالضبط زي ما المسيح الممسوح بالروح القدس لم يحتمل ان الشيطان يعير الخليقة كلها ويعير خليقة الله، لانه تسلط عليها واذلها، فاخذ القرار. يقول: فخرجت للقاء الفلسطيني، خرجت للقاء الفلسطيني فلعنني بأوثانه. كلمة خرجت نفس الكلمة اللي قالها المسيح: فلنخرج إليه إذن خارج المحلة، لأنه تألم خارج أورشليم. كلمة الخروج أنه أخلى ذاته وخرج من عرشه وخرج خارج أورشليم للقاء الفلسطيني. المسيح لما أخلى ذاته وخرج لكي ما يلاقي الفلسطيني اللي هو أغلف، اللي مالوش عهد مع الله، اللي هو رمز للشيطان. فلعنني بأوثانه، ولكن أنا سللت سيفه الذي كان بيده وقطعت رأسه. خدت السيف من إيده وقتلته بيه. السيف ده رمز للإيه؟ للموت اللي كان في إيدين الشيطان ونازل داير بيه على كل رقبة إنسان. فالمسيح خد الموت من ايدين الشيطان واماد بيه الايه؟ الشيطان وكل قواته. عشان كده بولس في العبرانيين يقول: لكي يديد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. مين اللي ليه سلطان الموت؟ الشيطان. المسيح باده بالايه؟ بالموت. يديد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، ويعتق أولئك الذين كانوا خوفا من الموت. البشرية كلها كانت خايفة من السيف اللي في ايدين جلياط. المسيح أعتقهم. ويعتق أولئك الذين كانوا خوفا من الموت، كانت حياتهم كلها تحت العبودية، لأنهم خايفين من الموت اللي في ايدين الشيطان. الكل تعبد للشيطان وخدع للشيطان. فزي ما داود أخذ السيف من ايد جلياط وقطع بيه راسه، المسيح خد الموت من ايد الشيطان واباد بيه الشيطان وعتق الخليقة دي كلها. ونزعت العار عن بني اسرائيل. نفس العمل زي ما داود نزع العار عن بني اسرائيل، المسيح نزع عار الخطية عن بني البشر. عشان كده في تطابق جميل جدا بين المسيح وبين داود في هذا المزمور. ده حتى في العبارة اللي بيقولها قبل كده: هو أرسل ملاكه وحملني من غنم أبي ومسحني بدهن.
يكمل عبارة ثانية ويقول إخوتي حسان والرب لم يصر بهم. إخوتي كان شكلهم حلو لكن ربنا مفرحش بيهم، لم يصر بيهم. طبعا ده الرمز الجميل. إخوته الكبار دول مين بالنسبة للمسيح؟ هما اليهود، والرب لم يصر بهم. لأن اليهود رفضوا المسيح أيضا الله إيه؟ لم يصر بهم. فالمزمور مليان برموز كتيرة ناحية المسيح، عشان كده الكنيسة خدت هذا المزمور وضعته في ليلة أبو غلنسيس كبداية سبت الفرح للمقابلة الشديدة ما بين المسيح وما بين داود. بكده نكون أنهينا سفر المزامير. شفناها بتبتدي بالمزمور الأولاني اللي بيخير الإنسان بين طريق الحياة وبين طريق الموت، بين طريق المنافقين وبين طريق الأبرار، والإنسان عليه يختار. وبعدين يمر بسلسلة طويلة بأنواع مختلفة من المزامير لحد ما يصل إلى قمة المزامير في التسبيح في نهاية المزامير الخمسة اللي كلها تسبيح لله. هي أن سفر المزامير في أهميته يجاوب لك على ثلاث أسئلة فيها احتياجاتك كلها، لأن كل ظروف الحياة ترجمت في سفر المزامير، ودي خطورة سفر المزامير. في الوقت اللي تشعر فيه أنك خايف أو وحيد أو مرفوض أو مرهق أو مخدوع أو مرتبك أو حيران أو حزين أو واثق من ذاتك أو مغلوب أو نادم أو واقع تحت ضغط معين، تجد قوة في المزامير تقدر تساعدك على حسب حالتك. كل ظرف من الظروف هتلاقي له مزمور. السؤال الثاني اللي تقدر تاخده من المزامير، مش بس لما تبقى تشعر انك حزين او ضعيف او تشعر باي شعور، لكن لما تواجه مشكلة هتلاقي في المزامير قوة تديها لك انك تواجه النقطة دهية. لما تواجه مثلا واحد مرحد، لما تواجه منافسة من اشخاص، لما تواجه اعداء، لما تواجه كراهية، لما تواجه الموت، لما تواجه خطر، لما تواجه عجز ما انتش قادر، لما تواجه رياء ونفاق من الناس، لما تواجه اكاذيب، تقدر تصلي هتلاقي المزمور اللي يناسبك. النقطة الثالثة، لما تبقى محتاج لشيء، لما تبقى محتاج انك تحس انك مقبول او محتاج لإجابة على سؤال، لما تبقى محتاج لثقة، لما تبقى محتاج لغفران، لما تبقى محتاج لإرشاد، لما تبقى محتاج لبر، لما تبقى محتاج شفاء، لما تبقى محتاج لفرح، لما تبقى محتاج لعدالة، أي احتياج ليك هتلاقي المزمور بيقدمه لك. عشان كده في سفر المزامير هديكوا المرة الجاية ورقة بكل ظرف من ظروف الإنسان عندما يحتاج إلى شيء معين كيف يجد في سفر المزامير. لما تحس بحاجة جواك هتلاقي إجابتها في المزامير، لما تواجه شيء هتلاقي قوة في المزامير تساعدك إنك تواجهه، لما تحتاج إلى هتلاقي احتياجك في المزامير. على قد اهتمامنا بسفر المزامير على قد ما بنلاقي قوة تسندنا. وعلى حسب العبارة، احفظوا المزامير تحفظكم المزامير. في حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على حاجة؟ أيوه، هتلاقوه في كتاب ترتيب أسبوع الآلام في أول حاجة في أسبوع في ليلة سبت الفرح. الحقيقة في سفر المزامير احنا لينا كنز من المعونة لمواجهة كل ظروف الحياة. يعني زي الإنسان فتش كده واكتشف في نفسه بعض الضعفات أو بعض الاحتياجات، أو لما الإنسان يواجه مواقف معينة أو يحتاج إلى شيء معين يستطيع إن هو يجد معونة في سفر المزامير. فلما يلاقي الإنسان، عندما يجد الإنسان نفسه بلا صبر يقدر إنه يصلي بالمزمور 13 ومزمور 27 و37 و40 إذا كان حاسس إنه محتاج إلى صبر
وانه ياخد قوه ويصبر بيها، او اذا راى الانسان نفسه ضلع هدف وعايز يحط هدف قدامه يصلي بالمزمور 14 او 25 و 39 و 49 و 90. اذا راى الانسان نفسه تايه في وسط الامور ومتلخبط يقدر يصلي بمزمور 23 ومزمور 139. اذا راى الانسان محتاج نفسه الى حكم براءة يصلي بمزمور 26 و 43 و 145. واذا وجد نفسه الانسان انه بيتعرض لشتيمة ولإهانة وعايز تعزية يقدر يصلي بمزمور 41 و 70. إذا رأى الإنسان نفسه حزين فمزمور 13 يعزيه. إذا رأى نفسه حسود وبيحسد الآخرين على اللي ليهم وبيغير من الآخرين يصلي بمزمور 37. عندما يجد نفسه خائف مزمور 3 و 4 و 27 و 46 و 49 و 56 و 91. إذا رأى الإنسان نفسه في حالة شكر وعايز يشكر ربنا في المزمور 118 والمزمور 136 والمزمور 138. إذا كان الإنسان عايز يقدم عبادة لله فيقدر يصلي المزمور 8 و 19 و 27 و 29 و 150. إذا وجد الإنسان نفسه غير آمن وغير مطمئن في المزمور 3 و 5 و 12 و 91 يديله الأمان والطمأنينة. أو إذا شعر الإنسان جوا نفسه إنه غير مهم وملوش قيمة برضك يصلي بمزمور 8 ومزمور 90 ومزمور 139 يقدر يشوف قيمته في نظر ربنا قد إيه. إذا وجد الإنسان نفسه في مأزق في مزمور 7 و 17 و 42 و 88 و 142 يقدر يدي الإنسان طمأنينة. إذا وجد الإنسان نفسه قلقان مزمور 37 يصلي. إذا لقى نفسه متعب أو ضعيف في مزمور 6 ومزمور 13 و 18 و 28 و 40 و 86 فيهم القوة للإنسان المتعب الضعيف محتاجها. إذا حس الإنسان وجد نفسه إنه متكبر وحاسس بذاته في مزمور 14 ومزمور 30 ومزمور 49 يرجعوا لطباعه. إذا رأى الإنسان نفسه متوتر فمزمور 4 يهديه. إذا وجد في قلبه محبة للانتقام بسبب مواقف معينة تعرض ليها فمزمور 3 و 7 ومزمور 109. إذا رأى الإنسان نفسه مخدوع من حاجات كثيرة فمزمور 41. إذا رأى الإنسان نفسه مذنب وخاطي فمزمور 19 و 32 و 38 و 51 مزامير التوبة الحلوة. إذا حس الإنسان وجد نفسه إنه مرتبك في مزمور 10 و 12 و 73. إذا شعر الإنسان وجد نفسه مرهق مزمور 6 ومزمور 63. أو حس الإنسان إنه معبد بنفسه في مزمور 19 و 96 يرد عليه. إذا حس الإنسان ورأى نفسه مغلوب في مزمور 25 و 69 و 142 يدور النصرة. إذا لقى نفسه مكتئب في 27 و 34 و 42 و 43 و 88 و 143 ينرى عنه الاكتئاب. إذا حس الإنسان إنه مكروه في مزمور 11 يديله المحبة. إذا رأى نفسه مكروه بمصائب كثيرة في مزمور 13 و 25 و 31 و 40 و 107. إذا حس الإنسان إنه مهدد في حياته أو في سلامه في مزمور 3 ومزمور 11 ومزمور 17. إذا شعر الإنسان بالندم وبالحزن في مزمور 32 و 51 و 66. إذا حس الإنسان إنه واثق بذاته في مزمور 24 بيكلمه. إذا شعر الإنسان إنه وحيد ملوش حد يسأل عليه فيجب السلوى والتعزية والشركة في مزمور 9 و 10 و 12 و 13 و 27 و 40 و 43. لما يواجه الإنسان بعض المواقف زي الاضطهاد في مزمور 1 و 3 و 7 و 56 يشجعوه في الثبات أمام الاضطهاد. أو إذا واجه أعداء في مزمور 3 و 25 و 35 و 41 و
و56 و59 يساعدوه. إذا واجه الإنسان أكاذيب من الناس اللي حواليه من المجتمع، فمزمور 5:12 و120 بيطمنوه. إذا واجه الإنسان التجربة، فمزمور 38 و141. أو إذا واجه التشهير والشتائم والناس شهرت بيه وشتمته، فمزمور 7:15 و35 و43 و120 يقدر يصلي بيهم. إذا واجه الحزن فيقدر يصلي 23 و34. أو إذا واجه الخطر فمزمور 11. أو إذا واجه الناس بتنافقه وواجه الرياء ونفاق الناس فمزمور 26 و28 و40 و50 يقدر يصلي بيهم. أو إذا واجه شكوك سواء في الله أو في اللي حواليه أو في نفسه فمزمور 34 ومزمور 37 و94. إذا واجه الإنسان الشيخوخة وحس إنه كبر وعجز فمزمور 71 و92 يقدر يصلي بيهم. إذا واجه العجز أو المرض فمزمور 6 ومزمور 139 يطمنوه. إذا واجه العقاب أو الدينونة فمزمور 6 ومزمور 38 و39. إذا واجه الفقر فمزمور 9 و10 و12 يصلي بيهم. وإذا كان واجه موقف لابد أن يتخذ فيه من قرار وهو مش عارف أنهي قرار ياخده، فمزمور 1 ومزمور 119 على أساس أن القرار لابد أن يتخذ بحسب كلمة الله: طوبى للرجل الذي لم يثبت في مشورة المنافقين. وشهادات ربنا وكلمته هي الأساس اللي هياخد على أساس القرارات. إذا واجه الإنسان متاعب في 134 و85 و86 و102 و142 و145 يسندوه في متاعبه. إذا واجه محاباة أو مبالغة للآخرين على حسابه فمزمور 54 يقدر يصلي بيه. إذا واجه الملحدين ينكروا وجود الله فمزمور 10 و14 و19 و52 و53 و115. إذا واجه منافسه من طرف آخر فمزمور 133 يساعده. إذا واجه الموت فمزمور 76 و90 يعبروه. إذا واجه النجاح فيصدد مزمور 18 و112 و127 و128. أو إذا واجه نقد من الناس فمزمور 35 56 و120 يصلي بيهم. إذا واجه ارتقاط وتجديف فمزمور 14. إذا واجه ناس أشرار فمزمور 10 و35 و36 و49 و52 و100 و149. أو إذا واجه كلام قاسي بوجه بيه فمزمور 35 و120 يقدروا يسندوه لما يصلي بيهم. لما يبص الإنسان للظروف اللي حواليه يلاقي نفسه محتاج لحاجات كتيرة، محتاج إلى إجابة يصلي مزمور 4 و17، محتاج لإرشاد فالمزمور 1 و5 و15 و19 و25 و32 و48. إذا كان محتاج إلى استنارة فمزمور 19. أو إذا كان محتاج إلى قبول حس إن ربنا قبله وراضي عنه مزمور 139. أو إذا كان محتاج إلى حياة استقامة فمزمور 24 و25. أو محتاج إلى تبرئة فمزمور 9 و14 و28 و35 و109 يقدر الإنسان يصلي بيهم من أجل الحصول على البراءة. إذا كان محتاج إلى تقوى وحياة مقدسة فالمزمور 150 في المزمور 15 والمزمور 25. إذا كان محتاج لاتباع في 19 و147، محتاج لثبات فالمزمور 11 و33 و46 يدول الثبات ده. إذا كان محتاج ثقة في 46 و71 يمدوه بالثقة. إذا كان محتاج حكمة فمزمور 1 و16 و19 و64 و111. إذا احتاج إلى حماية فمزمور 3 و4 و7 و16 و17 و18 و23 و27 و31 و31 و120 و125. يلف الإنسان في حماية ربنا.
إذا احتاج الإنسان لخلاص فمزمور 26 37 49 126، إذا احتاج إلى راحة فمزمور 23 27، إذا احتاج لرجاء فمزمور 16 و17 و18 23 و27، إذا احتاج لسلام يصلي بالمزمور الثالث والمزمور الرابع، إذا احتاج لشجاعة فمزمور 11 و42، إذا احتاج للإحساس بشركة مع الله فمزمور 5 و16 و25 و27 و37 و33، إذا حس الإنسان بمرض واحتاج إلى شفاء فمزمور 6 ومزمور 41، إذا حس الإنسان إنه محتاج إلى صداقة فمزمور 16، إذا أراد الإنسان إنه يصلي ويكلم ربنا فمزمور 5 و17 و27 و61، إذا احتاج الإنسان إلى عدالة من السماء تنصفه مكان الظلم فمزمور 2 و7 و14 و26 و37 و49 و58 و82، إذا احتاج الإنسان إلى غفران يتمتع بغفران الله فمزمور 38 و38 و40 و61 و66 و86 و103 و130، اللي هي مزامير التوبة. إذا احتاج الإنسان لفرح فيصلي بمزمور 9 و16 و126، إذا احتاج الإنسان إلى قيادة فمزمور 72، إذا احتاج إلى مادة ومال فمزمور 15 و16 و49، إذا احتاج إلى مؤونة تسنده فمزمور 23، إذا احتاج لمعجزة فمزمور 68 ومزمور 111، إذا احتاج إلى معرفة فمزمور 2 و8 و18 و19 و25 و29 و97 و103، إذا احتاج إلى وجهة نظر سليمة عشان يقدر يبص في الاتجاه السليم فمزمور 2 ومزمور 11. بكده نلاقي ان كل احتياجات الانسان وكل المواقف اللي بيواجهها الانسان وكل ما الانسان يبص لنفسه ويكتشف في نفسه حالة يقدر يجد اجابتها ويجد معونة في سفر المزامير علشان يقدر يقرب من ربنا اكتر ويلتصق بربنا اكتر، ولربنا المجد دائما ابدا امين.